السلام عليكم. في فنانين كده اول ما تشوفهم تحس ان انت تعرفهم، تحس ان انت متوحد كده مع الادوار اللي بيعملوها، يرشقوا في قلبك على طول. ممكن تشوفهم ويغيبوا شويه فتشوفهم في حاجه تانية فتقول الله الجميله دي معقوله هي اللي انا شفتها في مسلسل كذا، فتشوفها في مسلسل تاني فتلاقي الدور مختلف تماما عن الدور اللي قبله. يعني هي جوكر وملامحها تؤهلها انها تعمل كل الادوار، الطيبه والشريره، الارستقراطيه والشعبيه، البسيطه الصعيديه. الحقيقه النجمه الجميله اللي معايا دلوقتي، انا من الناس اللي اول ما لمحتها كده لا قلت الوش ده وش هيكون ليه مكان مهم جدا جدا. والحقيقه رغم انها باديه متاخر حبتين، لكن في كل خطوة بتعملها هي فعلا بتثبت نفسها. بتشرفني الجميلة ريم رؤوف. ازيك يا حلوة؟ ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ ايه القمر ده؟ حبيبتي ميرسي. يعني ما شاء الله عليكي، انا شفتك كده في اكتر من حاجة، والحقيقة زي ما بقول فعلا انتي ملامحك جوكر. يعني اي دور هتتحطي فيه هتعمليه وتقنعيني فعلا ان انتي الشخصية دي. عايز اعرف يا ريم اكتر، مين انتي؟ والحقيقة ليه بدأتي متأخر شوية؟ ومين اللي اكتشفك؟ ولا الاكتشاف كده جه صدفة وانت ما كانش في دماغك خالص موضوع التمثيل؟ بصي حضرتك، هو أنا فعلا بدأت متأخر، بس مفيش it's never too late زي ما بقول. طبعا أنا واحدة كنت بشتغل مديرة تسويق في قناة ومديرة علاقات عامة، وكان كل اختلاطي بالوسط الفني لطيف، بنشتغل مع بعض. ما جاش في دماغي خالص خالص ان انا عندي موهبة. يعني طول عمري بقعد اقول ايه، طب انا ايه، لا بعرف ارسم ولا بعرف امثل ولا صوتي يعني ما تسمعيهوش، ما ينفعش تسمعيه خالص. ليه اتكلم؟ لا ما ينفعش اغني. فقعدت كده لحد ما قررت ان انا بنتي كانت عايزه تمثل. ايوه. فخدتها كاستنج ايجنسي بما ان انا في الميديا وكده. فقالوا لي طب ما حضرتك تعملي اعلانات. قلت لهم مش هينفع اعلانات ازاي، انا مديره كبيره وبتاع. فقالوا لي ايه، المهم اقنعوني، عملت اعلان. بعد كده قالوا لي حضرتك لازم تمثلي. المهم طب اعمل ايه اعمل ايه. قعدت رحت كلمت اصدقائي المغنيين اللي بيمثلوا اعمل ايه، كله اجمع على ان انا لازم ادرس، وهم هيقولوا لي هل انا انفع او لا. صح. فقررت، ابتديت رحله البحث عن ورشه، ولحد ما لقيت ورشه محترمه جدا ورحت. واول ما رحت قالوا لي هو انت فين من زمان؟ قلت لهم انا على فكره ولا في دماغي، يعني الموضوع مش في دماغي. ابتديت بقى وانا في الورشه، ابتديت عارفه كده اما فجاه تحسي ان انت كنت بتحاولي تدوري على حاجه وفجاه لقيتي نفسك. انا لقيتني اول بقى ما لقيتني مسكت فيا، مش حاسبني مش دعوه. انا انبساط، بقيت احس بانبساط مش ممكن تتخيلي. يعني طبعا حضرتك تقدري تتخيلي طبعا نجمه كبيره، لكن الاحساس بانك انت تبقي شخصيات تانية غير نفسك وتعيشيها بجد وتتحولي الى هذا الشخص بآلامه بسعادته بالتاريخ بتاعه بعيلته. قبل ما نكمل، بنوتك بقى مثلت ولا لسه؟ لا انا سرقت حلمها. سبحان الله على النصيب يعني، وربنا بيسبب الاسباب، انت رحمة مع بنتك فسبحان الله. والحقيقه انت فعلا عندك موهبه، وانت فهمتيني دلوقتي ان انت كمان درستي، خدتي ورش، وده شيء مهم جدا جدا جدا. سواء المعهد او الورش، لازم الممثل لو عنده موهبه لازم يسخلها بالدراسه. ده بصي لا بس ساعدني واثر لي خطوات طبعا كبيره. بصي يعني خلاني اوصل في حته كان ممكن اخد وقت طويل قوي قوي عشان اوصل لها، او ما توصليش خالص. كان ممكن الفكره يعني بصي ما انا اي بليف ان حاجه، أنا لو انت عايزه حاجه هتوصلي لها. بس انت ما كنتيش عايزه. لا انا عايزه امثل. لا من قبل ما حد. لا ما كنتش عايزه خالص. ساعه ما قررت ان انا خلاص هدي قرار، وهو قرار، هو الحقيقه مش بس الدراسه. انا عندي كده معلومات العصفوره قالت لي. عصفوره شقيه دي شكلها. انت عندك صله قرابه باكتر من فنان، والمساله جينات كمان، ف
فانت هسيبك انت اللي تقولي تعترفي بنفسك، لان واحد منهم مثلا ده كان فتى احلام المراهقات في جيلي يعني. أيوة. الاستاذ ايهاب نافع. اه طبعا. طب يعني اشرحي لي بقى انت يعني حتى لو صلت قرابه بعيده. أوه. بس انت في جينات. في جينات استاذ يعني طبعا الله يرحمه القمر، هو يعني هو فتى احلام الناس كلها. اي حد. اي حد يعني. يعني ايهاب نافع ده خال بابايا. خال باباكي. واغيظك بقى، كان بيقعد يحكي لي حواديت. ده عندك اسرار الفن كلها. كان بيقعد يحكي لي حواديت كل يوم، كنا عايشين في جده فكان بيزورنا هناك، وكان بيقعد بقى يحكي لي حواديت وينيمني. كمان يا بختك. ايوه. فده خاله ايهاب الله يرحمه. خالي على طول الاستاذ احمد مختار، المذيع والممثل العظيم النجم وفنان كبير ومخرج كبير ومدرب تمثيل، مخرج يعني مسرحي رهيب. ده خالي وممثل عظيم كمان، ممثل هيشتغل يعني ليه ادوار عظيمه. خدت معاه ورشه على فكره. طبعا. لا بس هقول لحضرتك على خدت معاه ورشه ازاي. كلمت استاذ احمد كمال، لان استاذ احمد كمال صديقه هو انتيم يعني من زمان، هو الزوج السابق للفنانه الجميله عبله كامل. حبيبتي دي استاذه عبله كامل، اصلا انا عايزه اقول لحضرتك ان هي يعني انا اتربيت معاهم يعني. لا استني بقى. ايوه انا بقى عند عبله كامل بقى عندي حكاوي كتير ونربع، لان عبله دي اقول ايه، هي مثال عظيم وراقي ومحترم جدا لما يجب ان يكون عليه الفنان. دي كده يعني عبله مدرسه في كل حاجه، على المستوى الفني حدث ولا حرج، مفيش حد شبهها. على المستوى عبلة كامل الانساني واحدة بس. على المستوى الانساني كمان مفيش ارقى من كده. طب يعني طيبه. طمنيني على عبله والنبي لو شفتيها قريب. انا صراحه بقالي يعني فتره ما اتكلمناش، بس انا يعني انا عايزه اكلمها وعايزه اعرف لازم رايها. لازم. فاكره لما ابتديت اكبر يعني شافتني طبعا كانت بتلعب معايا. أيوة. يعني وانا صغيره، وهي كانت صغيره برضو يعني. هم كانوا صغيرين كلهم. أيوة. كانوا. أيوة. جروب، وانا بسيب كل الدنيا اروح اقعد معاهم يعني. اول ما شفتني قالت لي ده انت خرطت البنات خرطك، ما خلاش فيكي ولا حته. راحت عامله لي كده. والله فظيعه فظيعه. هي جميله. فلا ان شاء الله يعني اهم نافع احمد مختار في صداقه مع عائله الفنانه عبله. انتيم بابي الاستاذ نبيل حلفاوي. انتيم. لا. انتيم انتيم. لا. انتيم. يا خبر ابيض. يعني هو اب تاني. طب القبطان نبيل الحلفاوي ده بالنسبه لي بقى عارفه ما يبقى حلو العملاق. انا مثلت مره قدامه مره وحيده وانا لسه ببتدي. المخرج قال لي ما تبصيش في عينه لانك مش هتعرفي تتكلمي. اوف. فانا قلت ايه، لا الممثل لازم يبص في عين الزميل اللي قدامه ياخد منه. ياخد منه. بصيت الحقيقه في عينه وانا بمثل صمت طبعا. لا عملاق. و يعني اقول ايه، يعني نبيل حلفاوي برضو ده مدرسه مدرسه، والانسانيات انا يعني بتفرق معايا جدا. راقي. طبعا. وراجل مثال برضو، مثال يعني نتأنعر بيه كده. الفنان نبيل الحلفاوي اسم كبير أوي في تاريخ الفن المصري. قوي قوي في الوطن العربي كله. يا بختك والله. ده انتيم خالك؟ ده انتيم بابي. باباكي كمان. انتيم بابي. انتيم لا انتيم بجد. هم كان يعني ثلاثه، كان اونكل نبيل وانكل عز الله يرحمه، ابو المذيعه الجميله ايمان عز يا حبيبتي. وبابي. الثلاثه كانوا انتيم انتيم. مين ولاد عم بابي ذو الفقار. عيله ذو الفقار. عيله ذو الفقار كلها. بس انا ما كانش في دماغي خالص، بس عايزه اقول لحضرتك ان انا ما كانش في دماغي خالص موضوع تمثيل، ولا حتى كان في واسطه ان انا اخش تمثيل. لا. انا قررت ادرس، وقررت اروح الكاستنج ايجنسيز، ومنها الحمد لله جالي ادوار. وهحكي لك بقى ابتديت اروح كاستنج ايجنسيز، وجالي مشهد مشهدين. اشتغلت في اول حاجه طبعا كانت في زي الشمس قدام النجمه الكبيره قوي سوسن. طيب. بدر. انا يعني لو انا منك من طولي يعني. طبعا. سوسن بدر دي كمان مرعبه. يا خبر ابيض. يا خبر ابيض. على الممثله الهاند ميد. دي حاجه عبقريه. فان انت تبقي لسه عظمك طري يا حبيبتي اول مره تمثلي خالص كده قدامك سوسن بدر. احكي لي المشهد ده. بحبها انا فان. لا هي كمان بتستوعب اصلا فان، غير ان انت تقع
تقفي تمثلي قدامها. احكي لي اول طله كده في عينها. قالت لي خسي. استاذه سوزان بدر هي تعرف اخويا ويعني وعرفها من مزيكا وكده. أيوه. فقلت لها انا ريم رؤوف. قالت لي ما عرفتكيش خالص، انت تخنتي قوي. خسي. لا نسمع الكلام بقى. انا سمعت الكلام. قالت لي بقى ناكل كذا ونعمل كذا وبتاع يعني. بس هي ام كان اول حاجه زي الشمس. اول مره تقفي قدام كاميرا على مستوى الاحتراف. كان رعب. يوه غلطت كتير قوي. ده انا يا بصي هريتها غلطه. لا بس هي تستوعب. بس لا هي كانت بصي بتساعدني. لا 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 كانت بتساعدني جدا يعني. لا كملي مش عارفه ايه وبتاع وتقول لي طب كذا يعني. بس طبعا اول مشهد ده كان صعب شويه. ايه تاني من الادوار اللي انت استمتعتي وكان نفسك الدور ما يخلص؟ دور ما يخلص هما كلهم يعني. بصي خلي بالك انا جوه كل شخصية أنا الشخصية. فأنا بستمتع كل مرة. الموضوع مش شخصية وعدت. لا أنا جوايا كل الشخصيات دي هي لسه جوه. طب نعدت كده أسامي المخرجين اللي أنت اشتغلتي معاهم؟ اشتغلت مع زي شمس كان أستاذة كاملة أبو ذكري اللي كان نفسي أشتغل معاها. لا بس هي اعتذرت. وأستاذ سامح عبد العزيز برضو أنا حظي إن أنا اشتغلت معاه. ده قمر سامح برضو. طبعا اشتغلت قمر فنان كبير ومخرج عظيم ومحترم جدا طبعاً. واول ما خلصت المشهد قال لي ميرسي يا هانم. يعني عارفه انت يعني جنتلمان هو قوي. هو جميل سامح. جدا جدا وراقي ودمه سكر كمان. لطيف جدا جدا. استاذه منال الصيفي اشتغلت مع استاذه شيرين عادل زوجها الاستاذ الله يرحمه. طبعا اشرف الصلحي الله يرحمه ويحسن اليه. ربنا يرحمه طبعا يا رب. مع استاذه شيرين عادل. شيرين ما انت محظوظه يا ستي. اشتغلت مع كل انت محظوظه. ايوه شفتي ربنا. شيرين كمان مخرجه عظيمه اشتغلت معاها برضو مره في مسلسل بعد الفراق كان بطوله الراحل العظيم خالد صالح اللي الايام دي ذكرى وفاته الله يرحمه. الرول موديل هو واستاذ احمد زكي الله يرحمهم طبعا. تسع سنين خلاص تقريبا يومين ويبقى ذكرى رحيل والله يرحمه ويحسن اليه. ما بيروحش يعني. خالد عظيم. خالد هو فعلا. واخر اعمالي كانت اخراج مندو العدل. استاذ مندو العدل عمله نادره. ده حظي حلو قوي قوي. لا فاتن امل حربي. فاتن امل حربي هو وش السعد. ده مسلسل غير قوانين ونظره مجتمع طبعا. والحقيقه بحيي من خلالك العدل جروب شركه من الشركات المحترمه جداً. اللي اعمالها ليها ثقل طبعًا. طبعًا. واستاذه نيلي كريم بتختار نيلي. العمل اللي هتعمله نيلي دي جميله. نيلي دي ممثله كبيره من اول ما ابتدت. لكن الحقيقه عملت مسلسل سجن النساء وكان برضو العدل جروب على فكره وكانت كامله ابو زكي. انا من ساعه ما هي عملت المسلسل ده انا قلت دي ممثله عالميه كانت فين يعني كانه اعاده اكتشاف ليها. وبعد كده بقى خلاص يعني هي احتلت يعني من العشر الاوائل في مصر كفنانين طبعًا يعني طبعا نجمه كبيره قوي وجميله من جوه ومن بره. بسيطه ومتواضعه جدعه جدا. كلميني يعني عن المواقف. طيب مع اي حد من اصحابنا الحلوين وخاصة ان انت لسه بتبتدي. عايزين نبدا بس نرجع لفاتن امل حربي عشان ده مهم جدا في حياتي. فاتن امل حربي وحصل موقف طبعا مع استاذ خالد سرحان. انا وانا داخله قال لي المشهد صعب قوي. قلت له قال لي ربنا يكون في عونك. المشهد ده جالي قبلها بيوم بس. وانا عمري ما دخلت محكمه ولا كان عندي محامين ولا مريت بالتجربه دي. قعدت اذاكر بسرعه اكلم ناس ومش عارفه ايه وبتاع. ورحت بقيت شيماء لان انا ببقى الشخصيه. ودخلت في البروفه واستاذ خالد بيقول لي نعمل بروفه بتاع. فابتديت امثل. قال لي لا استني بس خلي الطاقه دي للتسجيل. بليز. المهم اول ما خلصت المشهد راح مسقف لي. الله. اللوكيشن كله خالد سرحان. خالد ده قمر برضه يعني. تحيه للزميلنا المحترم الراقي. ابن الاكابر بقى ده. دي حقيقة. كمان قوي. ابن الاساتذه طبعا يعني. العظام. راح مسقف لي مرتين. ولما جه الكلوز بتاعي قال لي انا هقف اقول لك الكلام بالاداء كله لان انت تستاهلي يا حبيبي. بصي الجمال. بصي انا بتعلم من الناس دي. يعني الناس دي مش بس هم نجوم هم بني ادمين
كويسين قوي. لا وتربيه سمير سرحان كمان. انت عايزه ايه؟ ايوه بالظبط. فخلصت فاتن امل حربي ومامي بقى ما تروحي تشوفي لك شغلانه بدل ما انت قاعده مستنيه. والله يا مامي انا عندي يقين ان المشهد ده الناس هتحبه، الناس اتبسطت بيا في اللوكيشن. ف طيب يا ما روحي يا بنتي شوفي لك شغلانه. قلت لا انا مش، انا حماس، انا بقى انا بقالي 11 سنه بشتغل كوربريت، مش عايزه انا حماس ليه حماس يعني هوصل بقى مش هوصل مش دي الموضوع. استمتع. انا بستمتع، انا حمثل بس. المهم المشهد اتذاع من هنا في المسلسل والدنيا اتقلبت، لقيتني ترند على تويتر. الله. وناس تكلمني، واستاذه شفكي المنيري قالت لك فكرتنا بالعظيمه امينه رزق. الله. في اريد حلا. هلا هلا. وانا اتخضيت بقى يعني، انا ساعتها بقى اللي هو لا اتخضيت ولا اتغريت؟ لا ما بتغر. لا نعرف الاجابه بالتفصيل بس نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الجميله ريم رؤوف. فاصل كنا بنتكلم عن المشهد العظيم اللي انت عملتيه، وعظمته كانت في ان في قدامك نجم بسيط ومتواضع وسقف لك مرتين على المشهد، وكان بشرة خير، وقلت لك ان خالد سرحان ده ابن اصل عالي، يعني متربي في بيت العملاق سمير سرحان، فهي دي اخلاق ولاد الاصول الفنانين المبدعين النجوم. فيا رب دايما تشتغلي مع نجوم بنفس اخلاق خالد سرحان يا رب. ونقول الو 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 يا خالد يا جميل. اختي الجميله اللي بحبها. ده انا ليا الشرف يا حبيبي ان انت اخويا، وليا الشرف ان انا في وسط حد باخلاقك الراقيه العاليه موجود فيه. ربنا يخليك يا ناشو. والله وانا كمان، انت حد باخلاقك الجميله برضو. ربنا يخليك يا حبيبي. احنا كنا بنجيب في سيرتك دلوقتي يا سيدي انا والجميله ريم رؤوف، وكان ريم طبعا كان بتحكي لي على المشهد اللي عملته معاك في فاتن امل حربي، وقد ايه عظمه ان حد جديد اول مره يمثل واقفه قدامك فتقول لها انا هقف قدامك في الزاويه بتاعتك علشان اديكي الاحساس عشان انت تستاهلي. ايوه. معاك اهي ريم، معاك ريم اهي بقى. يا ريم ازيك يا ريم؟ استاذ خالد ازاي حضرتك عامل ايه؟ هي عملت المشهد اكثر من رائع، لان انا كنت بدور بشوف مين الممثله اللي هتعمل المشهد العبقري. ايوه. فلقيتها مذاكره. انا اصل انا بحب قوي او احترم قوي اللي بيذاكر شغله. ايوه يا حبيبي. يعني ده مهم جدا جدا تظبيط الشغل. صح يا حبيبي. كانت جايه مظبطه شغلها، مظبطه جمالها، مظبطه هتعلى فين وتنزل فين. يعني حتى لما كنت بتكلم معاها في حاجه الاقيها عارفه هي بتقول ايه بالظبط. بسم الله ما شاء الله، يعني عملت المشهد اكثر من رائع يعني. وحضرتك ساعدتني يعني، مش ممكن انكر حضرتك قد ايه اديتني من الطاقه، ولما جيت في البروفا حاولت يعني امثل لا خلي الطاقه دي لما نبدا تصوير. بالظبط. انا كنت بقول لك ما تخشيش تقيله قوي علشان نفسك وكده اهوت، عشان ما تستهلكيش طاقتك. دي حقيقه، دي حقيقه. انت عشان ممثله شاطره وكويسه، فطبعا ده حقك ان الواحد يقف جنبك، وحق اي ممثل سواء كان يعني ممثل قديم او جديد، لازم الممثل قدامه يديله اقصى ما عنده علشان خاطر ده حقه. لان هو انا يعني انا المشهد اللي يبقى فيه اي فرده نايمه بالنسبه لي يبقى مشهد، حتى لو كنت جبت ايده وزكي روستو، لازم تبقى فيه ال 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 الكل عالي. فاهمه ازاي؟ بينج بونج ماتش، هي عباره عن ماتش، لازم 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 الاثنين كوره علشان خاطر الممثل اللي قدامك يجيب جول. لا استنى بقى، استنى يا خالد، انا عايزه ابارك لك على الجون الكبير. اولاد حريم كريم، الف الف مبروك يا حبيبي. وعايزه اقول لك ان انا اسفه، انا لسه ما دخلتش، بس ولادي دخلوا الفيلم، الكلبه دخلوا من غير ما يعزموني. وعايزه اقول لك بنتي كمان دخلته. واضح ان الفيلم الجيل ده يعني انتوا استأثرتوا بيه
الولاد فرحانين جدا جدا، كانوا مستنيينه. اه كانت بتقولي انا ده طفولتي، انا لازم ادخل الفيلم. فكل الناس طبعا وقالوا لي ده البونبونيه، بقول لهم طب خالد حبيبنا طبعا، مصطفى حبيبنا، وكل وبسمه وعلا وداليا ومين تاني، وبشرى الجميله وريهام عبد الغ... كل انتوا حبايبي عاملين شيء محترم راقي ومبروك، واوعدك انا يعني هتفرج بكره ان شاء الله واتصل بيك. اي لو لما تتفرج عليه كلميني بقى، لازم كلميني على الهوا برضو. لازم يا حبيبي لازم، مبروك يا حبيبي، ومحققين نجاح كبير، ودايما يا خالد انت نجم كبير، ويعني تشرف اي عمل تكون فيه. والله ربنا يخليك يا نشوى، ده من ذوقك والله. الله يخليك يا حبيبي، انبسطت بالمكالمه الجميله ديت، وسلامي ليكم. الله يخليك يا خالد، شرفتنا يا حبيبي، الف شكر. ميرسي لحضرتك، شكرا. ايه الجميل ده؟ قوي الزميل الجميل ده، فظيع. طيب مفاجأة حلوه قوي قوي والله. بشكر شريهان الحقيقه، هي يعني شايفيننا بنتكلم فاتصلت قالت لازم استاذ خالد نعمل معاه مداخله. بعد فاتن امل حربي طبعا اكيد العدل جروب لما بيشوفوا او بيقدموا حد وبيلاقوا انه حد موهوب بيدعموه دايما. حصل. بعد فاتن امل حربي عملتي ايه؟ بعد ما اتذاع المشهد 6 الصبح لقيت مسج جايالي، انت عامله مشهد رائع وعظيم، اثرتي فيا جدا، تسقيف حد نيلي كريم. الله على نيلي، تخيلي. الله يعني تخيلي لما نجمه كبيره زي دي تجيب تليفون ممثله جديده عامله مشهد في المسلسل بتاعها عشان تكلمها تبارك لها. الله عليك. بصي الذوق يعني. الله استاذ خالد، انا ربنا بيحبني قوي، استاذ خالد سرحان واستاذه نيلي كريم. فبعت قلت لها حضرتك استاذه نيلي كريم بجد ولا حد بيشتغل؟ لا يا ريم انا نيلي كريم. فالمهم قلت لها طب يعني استاذه حضرتك، لو حضرتك لو في حاجه تانية يعني نبقى في تواصل. قالت لي اه طبعا، ومن ساعتها فعلا بقينا على تواصل. جميله، تحيه كبيره. يا ريت، بحبها حب مش طبيعي. بصي يا بنتي، انت ان شاء الله هتبقي من الناس اللي ليهم مكان مهم، لان تيبك كمان مش موجود كتير، وزي ما قلت لك انت جوكر، انت تلعب بيكي ادوار كتيره ومتعدده، وحابه اللي بتعمليه ودرستي اللي بتعمليه وبتعملي مجهود وعندك طاقه. فريم ربنا يكرمك، وانا مبسوطه جدا ان انا التقيت بيكي، بس لما نبقى نجوم كبار بقى اقول لك تعالي البرنامج، ما تجي. لا مش فاضيه. لا طبعا، ازاي حبيبتي، ربنا يكرمك، تشرفت بيكي جدا جدا. واسف، انا عايزه اشكر استاذ منذر العدل، العدل جروب. ميرسي قوي، وميرسي على انكم وقفتوا وبتقفوا مع المواهب الجديده والناس الجديده، وميرسي على انتاجاتكم اللي بتمتعنا كلنا طبعا يعني. وانا كمان بشكرهم جدا، العدل جروب شركه تشرف وشركه محترمه. استاذ مدحت العدل طبعا يا حبيبي، كمان استاذ جمال العدل، كلهم جمال يعني، ما فيش حد في عيله العدل من اول الله يرحمه الكبير استاذ سامي لحد اصغر عضو في اعضاء العدل آل العدل يعني، كلهم ناس محترمين وبيحبوا اللي بيعملوه. دي حقيقة. ومشرفنا حقيقي. ميرسي جدا يا ريم. ميرسي لك. شرفتني يا ميرسي. هنطلع دلوقتي لتقرير. شركة معمار الأشراف وعلى مدار أكتر من 43 سنة كان ليها دور كبير جدا في التنمية العمرانية في المدن الجديدة زي القاهرة الجديدة وأكتوبر والعبور. وبمناسبة إطلاق أحدث مشاريعها في قلب مدينة العبور وهو كومباوند ريفل، أقامت حفلة كبيرة جدا جدا أحياها النجم الكبير تامر حسني، وحضروا العديد من رجال الأعمال والسياسة. الحفل كمان كان من تنظيم سترايك ميديا. أنا بحب الشركة دي قوي، فنشوف التقرير ونرجع نكمل كلام. زي ما احنا اتكلمنا النهارده، شركه عمرها في السوق التطوير العقاري 43 سنه، واحنا الجيل الثالث في اداره الشركه. الخبرات المتراكمه اللي اكتسبناها من الوالد واكثر من 200 مشروع طورناهم في 8 مدن من اول العاشر من رمضان و6 اكتوبر، كنا اول الناس اللي دخلنا المدن العمرانيه الجديده، واشتغلنا في مناطق وسط البلد والقاهره التاريخيه والقاهره الفاطميه، مرورا بمدينه نصر، ودخلنا القاهره الجديده اكثر من 182 مشروع سكني، كلهم او معظمهم
تم تسليم وحداتهم للعملاء، اكتر من 2000 عميل محفظه عملاء معمار الاشراف. دي كلها ارقام مهمه جدا، عصاره خبرتنا كلها حطيناها في مشروع بتاعنا ريفيل، اكبر واكتر كومباوند صحي سمارت موجود في مدينه العبور بالكامل. ان شاء الله يبقى نقله للمدينه ويبقى طفره للمدينه بشكل كبير الفتره الجايه. احنا شغالين بقوه في مدينه العبور الجديده، احد المدن الرائده من مدن الجيل الرابع، واحنا شايفين ان الحته او شرق القاهره العبور بالعبور الجديده هو ده الاكستنشن الصحي الكبير اللي الدوله ضخت فيه استثمارات كبيره. وزي ما قلت انت النهارده مدينه العبور بتتكلم في 1071 فدان، فهي اللي بتصدر الاكسجين النقي لشرق القاهره كله، وبالتالي استثماراتنا بتتوسع ناحيه العبور، العبور الجديده، العاصمه الاداريه. قلت لك احنا عندنا اكتر من مشروع في مدينه القاهره الجديده، ده مش يعني مش جديد علينا، احنا عندنا مولات تجاريه وعندنا كومباوند موجود في مدينه القاهره الجديده، بس احنا في الاخر لما اخترنا مدينه العبور اخترنا مدينه العبور لتميزها وتميز الكومباوند. اللوكيشن ده لن يتكرر، ده اميز لوكيشن في مدينه العبور. هي خلاصه الخبره دي ان احنا في الاخر بنقدم ايه للعميل. احنا في معمار الأشراف من أول ما ابتدينا الوالد وبعد كده إحنا الجيل الثالث للشركة، إحنا بنقدم منتج عقاري مختلف يليق بكل عميل عايز يستثمر أو يشتري في شركة معمار الأشراف. فده هو ده اللي بيميزنا عن باقي الشركات، وهو ده اللي الحمد لله مخلينا مستمرين لأكثر من 43 سنة في مجال التطوير العقاري. بالنسبة لمشروع ريفيل، إحنا الحمد لله ربنا وفقنا وكرمنا إن إحنا نختار أميز قطعة أرض في مدينة العبور. المشروع على المحور الرئيسي على طول، المشروع على ربوة عالية، المشروع على مساحة 17 فدان، بيتكون من مول تجاري بواجهة 300 متر على المحور المركزي، وده واجهة ومشروع ضخم جدا مش موجود في أي شركة من الشركات اللي اشتغلت في العبور. احنا عندنا المشروع بتاعنا يتكون من 760 وحدة سكنية، ان شاء الله نطرحهم على 3 مراحل. فالحمد لله المشروع متميز كلوكيشن وكمساحات. ريفيل كومباوند احنا بنتكلم ان هو على اعلى ربوة موجودة في العبور، فده بيديك حاجتين: open spaces، احنا عندنا تقريبا منسوب الارضي في منسوب الدور الثالث في المشروعات المجاوره اللي ما بيننا، فده بيديك اوبن سبيسز ان انت تكون كاشف المدينه كلها، دي اول حاجه. تاني حاجه ان انت الهواء يكون نقي. المشروع ايلاند 4 نواصي على المحور الرئيسي اللي موجود في العبور، 16 فدان، 24 عماره. الفاسيلتيز اللي عندنا الحقيقه من اقوى الفاسيلتيز اللي موجوده، ان العميل ياخد فعلا منتج مختلف ويكون سمارت مواكب للاحداث اللي موجوده دلوقتي، ان هو مواكب للعصر اللي احنا عايشين فيه احنا دلوقتي. فلازم ان انت لما تيجي تقدم منتج عقاري فعلا تقدم للعميل ميزه مختلفه زياده عن اي حاجه ثانيه. يعني بحضور الفنان الكبير تامر حسني، الحقيقه العدد فاق كل التوقعات، والتنظيم كان على اعلى مستوى هو والتامين، ف الحقيقة مجهود كبير من شركة سترايك ميديا.